لو الحكاية فيها إن فيديو. إيه رأي حضرتك عن محافظة القاهرة؟ رأي محافظة القاهرة؟ والله هو محافظة القاهرة بالذات في التغيير في الوقت ده بالذات بتهيألي ما ينفعش. محافظ القاهرة هو اللي شحتنا كده صح يا ريس. دي واحدة. شالنا من مكاننا وقال هنديكوا فشاك وهنديكوا ده وهنديكوا ده وشحتنا اهو. ده محافظ القاهرة. محافظ القاهرة شالنا من العتبة على أساس يدينا فشاك في الزاوية. ورحنا الزاوية ما لقيناش حاجة. أنا معايا 7 عيال دلوقتي بسرح بمناديل. ليه جبت 7 عيال؟ أنا عمري ما سرحت بمناديل. ليه جبت 7 عيال؟ محافظ القاهرة هو اللي خلاني سرحت بمناديل. ده محافظ القاهرة. محافظ القاهرة اللي خلاك تجيب 7 عيال. خدني وخد البضاعة بتاعتي حرزها وقال لي أنا هديك مكان في الزاوية. رحنا الزاوية لقينا حتة مهجورة. حتة مهجورة. اترمينا فيها. ما لقيناش لا بيع ولا شراء هناك. وخدوا بضاعتنا. ادي محافظ القاهره سوري والنائب بتاعه خد اعمل دوسيه. عملنا دوسيه مفيش تشبيه مفيش تشبيه اعمل ده واعمل ده عملنا ده كله وفي الاخر اترمينا في الشارع. ده محافظ القاهره.